النصيحة بتاعتنا النهاردة خاصة بالاستخدام المبالغ فيه للأطفال للموبايلات أو الأجهزة اللي هي السمارت فونز. طيب، كشفت دراسة حديثة في بريطانيا إن ربع الأطفال والشباب اللي بيستخدموا الهواتف الذكية أو الأجهزة الذكية بشكل عام بتؤدي إلى القلق حول صحتهم العقلية والنفسية، بمعنى إنها بتزود التوتر أكتر، بتزود الضغط على أعصابهم. استخدام الموبايل بيخليهم إن هم عندهم حالة من التوتر. كان ممكن نقعد نسأل أولادنا ليه عندهم حالة من العصبية بزيادة، العنف عندهم ليه، توتر ليه، ما بيبقاش فيه يعني تحصيل دراسي كويس، ده بسبب انه بيستخدم الموبايلات بشكل مفرط. طيب، كمان في عنصر تاني انه بيستخدمه بدري، يعني بنلاقي دلوقتي اطفال بيبي الصغننه مثلا ممكن يكون عنده شهور بيمسك الموبايل، ماما بتحطه له علشان خاطر يقعد يتفرج على حاجات على الموبايل، كرتون او مثلا اغاني اطفال. ده استخدام برضو المفرط للسن الصغير ده برضو بيزود اكتر من حده التوتر. كانت الدراسه دي من جامعه كينجز كوليدج لندن، نشرها طبعا في مجله بي ام سي المختصه بالصحه النفسيه، وقالت انه لازم ان احنا نقلل استخدام الاطفال للهواتف المحمول لانها بتسبب الاضطرابات بشكل مفرط، وحتى سموا الاضطراب ده ببي اس يو. طيب، عشان كده احنا عايزين ننصح انه لازم انه الامهات تعمل كنترولنج على استخدام الموبايلات. طبعا امهات كتير هتقول خلاص هو بقى جزء من حياتنا، جزء من الولاد، خلاص بقوا مرتبطين بيه بشكل كبير جدا جدا حتى في الدراسه، ولكن احنا دايما بنقول انه المنع بشكل مباشر مش هو ده الصح، مش فكره ان انا امنع طفلي بشكل مباشر، لا، هو الاصل ان انا اعوده ان هو يبقى له انشطه مختلفه في حياته، اشركه في انشطه فنيه، انشطه رياضيه، تبقى حياه الطفل مليانه بانشطه فيزيكال جسمانيه، بالتالي بتقلل من استخدام الموبايلات دي او تقلل من الوقت اللي بيقعده على الموبايلات. عشان كده احنا حبينا ان احنا نقول لحضراتكم النصيحه دي. عشان كده انا برضو فاكره فيديو شفته كده قريب انه بعد حوالي من 50 ل60 سنة الناس هتبقى شكلها عامل ازاي بسبب الموبايلات، هيبقوا منحنين كده وجسمهم عامل كده وايديهم عاملة كده، ده معناه انه ده بيشتغل على العصب او الجهاز العصبي، فبالتالي بيؤدي الى حتى يعني تغيير شكل الجسم. مش كده نصيحة، ارجوكم اعملوا كنترولينج بايجاد بدائل لاطفالنا بانشطة مختلفة.